آخر سنة للمؤسستين ناصرة والناصرية، وتضمن هذا الحفل عدة مواضيع هي تربوية تتخللها بعض الأنشطة خلال السنة، من بيئة، من شجرة، من غش، مجموعة مواضيع هادفة. لهذا تسعى المؤسسة بتتبع البرامج الوطنية اللي تتقررها الوزارة خلال كل سنة. كتلاحظوا الحمد لله حنا كنعيشوا واحد الاجواء احتفاليه احتفالا بنهايه الموسم الدراسي 2023-2024. الحمد لله كان عباره عن عروض شيقه نالت الاعجاب ديال الاباء والاولياء. بدايه كنبارك لكم هذه السنه، مطلع هذه السنه الهجريه، كل عام وانتم الى الله تعالى اقرب واحب. والحمد لله كما كتشوفوا العروض ديالنا والفقرات ديالنا كانت هادفه. كنربيو الابناء على القيام، كنربيو الابناء على الحمد لله على التشبث بهويتهم الاسلاميه ومرجعيتهم الاسلاميه. والحمد لله كانت اجواء الفرح كتعم في هذه القاعه هذه المباركه. ولا يفوتني ان اشكركم على هذه التغطيه المباركه، شكرا جزيلا. اذا فيما يخص المسرحيات، كانوا مسرحيات دازت تقريبا ثلاث مسرحيات. مسرحيه كتكلم على الاقراء، ومسرحية كتكلم على ما يعيشه الحمد لله المسلمين حاليا ديال القضية الفلسطينية. فنسأل الله تعالى أن يفرج عليهم في العاجل القريب إن شاء الله بحول الله المعقول. نقول لها التلبية الدعوة اللي داروا الآباء والأولياء والأمهات ما هي إلا دلالة على التشبث ديالهم بهذه المؤسسة هذه والحب ديالهم لها والانخراط ديالهم التام. بأمس خامس ابتدائي حف كان جد رائع، وكنشكر جميع الأساتذة وجميع المؤثرين اللي كانوا في هذا الحفل. وبرنامج كان جميل جدا، والتنظيم كان زوين، والبرامج اللي دازو كانوا زوينين. قدمنا بزاف الأنشطة، منهم أنشطة غنائية وبعض الرقصات وبعض اللوحات. كنشكر جميع الأساتذة، أستاذ صلاح وجميع الأساتذة ديال المؤسسة.